اهلا وسهلا يا اصدقاء، كيف وش الاخبار؟ معكم رفيق من قناه ريكو رايز. اليوم عندنا القسم الثالث من انمي حب ابيض. اذا ما كنتوا شفتوا الاجزاء السابقه فهني موجودين فوق او بصندوق الوصف، وهيا لنبدا. بالفيديو السابق شفنا كيف اوغيسو اكتشفت انه هاروكي عم يبات عند توما ببيتها. بعدين طلعت اوغيسو لعندهن وكان وشها متغير تماما وكانت حزينه وزعلانه، وتوما وهاروكي استغربوها. بعدين خلصوا تدريب وطلع هاروكي مع اوغيسو وكانت ساكته طول الطريق، وهاروكي كان عم يحاول يفتح معها احاديث بس هي كانت عم ترد عليه بسطحيه وبنشافه شديده. فقلا اوغيسو شوفي، فوقفت وطلعت فيه وقالت له هاروكي انت مو بهي العظمه مو هيك؟ هلا لما عم بتطلع فيك عم لاقي انك مو عظيم ولا مميز، بل انت عادي جدا. انت مو افضل من اي حدا تاني، مو جيد ولا سيء. انت بتهتم بالاخرين بس عم تظهر انك مو مهتم، ودائما بتدقق بالتفاصيل، بس كمان انت بتتضايق لما ما بيصير توافق بينك وبين الاخرين. هذا مجرد رأي شخصي وحبيت قلك ياه. فاستغرب هاروكي من كلام الغريب، وهي قالت له بعتقد اني بلشت لاحظ بعض الامور، على اي حال ما رح اهتم باي شي بعد هلأ. وراحوا لمحطة القطار وتركته وراحت. والمساء اتصل فيها هاروكي ليصالحها ويفهم منها اللي صار، فحكت له اللي شافته ببيت توما، وهو قال انه بس كانوا عم بيتدربوا. فخجلت اوغيسو كتير من حاله ومن تسرعه، فصالحها هاروكي وضلوا عم يحكوا طول الليل. والصبح بالمدرسة راحت اوغيسو اعتذرت من توما عن سوء التفاهم اللي صار، وتوما قالت لها مو مشكلة لازم تنسي اللي صار. وراحوا كل واحد لصفه، وبصف هاروكي وتوما عملن الاستاذ امتحان فجائي، وبلشوا كل الطلاب يحلوا. هاروكي خلص من الامتحان وبلش يخطط للمعرض المدرسي، وفجأة سمع الاستاذ عم يوبخ توما لانه لقاها عم تقرا بدفتر الموسيقى وما عم بتحل الامتحان، وقال لها انت ما فيكي تعملي شي مثل هاد، يلا حل الامتحان. واخذ منها الدفتر الموسيقي، فقالت له توما عفوا يا استاذ، هل ممكن ترجع لي الدفتر؟ هو مهم بالنسبة لإلي. فرد عليها لا رح صادره، إذا بدك ترجعيه تعالي لمكتب المدرسين بعد المدرسة، يلا بلشي تحلي بالامتحان تبعك. فعصبت توما ورمت الامتحان وقالت له قلت لك رجع لي إياه، أنت بدك تصادره؟ هل بتعرف شو هاد؟ وأخذت منه الدفتر وطلعت ركض من الصف، وكان الأستاذ والطلاب مصدومين من تصرف المجنون. وراحت توما لغرفة الموسيقى وكانت متضايقة، فإجا لعندها هاروكي ليواسيها ويوقف جنبها، فقالت له أنت ليش تركت الحصة؟ فقال لها أنا كرمالك مستعد إني أترك كل المدرسة مو بس الحصة. فانبهرت منه توما وفجأة دق الباب عليهم، وكانت هي اوغيسو، وهي كمان اجت لتوقف جنب صديقتها توما وقالت لها نحن رح نساعدك لتدرسي وتنجحي وما رح نتركك ابدا لحالك. وتوما فرحت كتير لانه صار عندها اصدقاء مخلصين بيحبوها وبيخافوا عليها. وباليوم التالي كانت توما نايمة وعم تحلم بأمها لما كانت رح تسافر وتتركها لحالها، وتوما كانت حزينة كتير. وأمها قالت لها حبيبتي بتمنى أنك تتفهمي الوضع، ما في فايدة من أني أخدك معي هلأ. وسافرت وتركتها، وكانت توما المسكينة عم تبكي وتصرخ بأعلى صوت من الوحدة القاسية. وفجأة فتحت عيونها وكانت بغرفتها على سريرها، وقامت ولقيت الدموع عم تنزل من عيونها وبلشت تبكي. بعدين نزلت لتحت فلقت هاروكي بالمطبخ عم يحضر لها أكل، وكان عم يحكي بالتليفون مع اوغيسو وقال لها أنا ما في إجي اليوم للتدريب، لازم ضل مع توما اليوم لأنها تعبانة. وهي كانت عم تسمع كلامه وانبسطت. بعدين جاب للأكل لغرفتها وهي قالت له أنت شو جابك لبيتي من الصبح؟ فرد عليها هل بهي الكلمات بتبلشي كلامك مع الرجل اللي بيهتم فيك وبيطبخ لك الأكل؟ أنت مبارح تعبتي وأغمي عليكي بس اليوم أنت أحسن. وبلشت توما تاكل الاكل اللي حضر لها اياه وعجبها كتير، وهو كان عم يتطلع فيها بكل حب.
بعدين نزل ليتدرب وهي كمان نزلت معه فقال لازم ترتاحي بغرفتك. فردت عليه لا أنا رح ارتاح أكتر هون معك. فراح جاب لها غطا ونامت بالغرفة وهو كان عم يتدرب قدامها وكانت عم تتطلع فيه نظرات كلها عشق وغرام. وقالت له تعرف أنا كنت رح وقف عزف على البيانو، كنت رح أتبرأ من أمي. فقبل ما أتخرج من المدرسة الإعدادية هي سافرت لباريس وقالت لي بكل صراحة أن ما فيها تاخدني معها، هي كانت كل شيء بالنسبة لإلي. ولما لاحظت أن ما بتفكر فيه كتير حسيت بحزن شديد وكرهت كل شيء. فرد عليها هاروكي هذا مجرد شجار بين أم وبنتها، حاولي تحكي معها مجددا ورح تحسي أنه الموضوع ما كان هيك إطلاقا. فقالت له انت بتبسط كل شي، لما بحكي معك عم حس بالحماقة. فرد عليها تماما، المهم هلا عنا العرض بعد بكرة ورح نستمتع كتير، لازم ننجح ونكسر المعرض. وبلش يعزف وتوما طلعت فيه نظرة عميقة وقالت له هل عن جد رح ترتبط بأوغيسو؟ فاتطلع فيها ولقاها نامت. وباليوم التالي راح هاروكي للمدرسة ولقاهن عم يجهزوا للمعرض المدرسي وأوغيسو كانت لابسة زي جميل لتتحضر للمعرض. فاتطلع فيها هاروكي وقال لها مرحبا، وهي خجلت كتير فراح لعندها وقرب منها قدام الكل وقال لها سمعت انك مبارح ما قدرتي تتدربي لما ما كنا موجودين هون. فردت عليه انا بعتذر ما قدرت ساعدكن. فسحب لعنده وطلع بعيونه وقال لا انا اللي لازم اعتذر لاني تركتك لحالك وهلا لازم نتدرب. وسحب من ايده واخد معه وكان كل الطلاب مصدومين. بعدين ركبوا القطار وكانت أوغيسو متمسكي فيه ومتخبي وراه لأن خجلت من الزي اللي لابسته وكان الكل عم يتطلع فيهن. ووصلوا لبيت توما ولما دخلوا لقوة تحسنت وكانت عم تعزف بالبيانو. فانبسطت أوغيسو لأنها صارت منيحة وبلشوا يتدربوا للحفلة المدرسية وكانوا هن الثلاثة مبسوطين ومتحمسين. وإجا يوم المعرض المدرسي وأخيرا وكانت المدرسة مزينة ومليانة بالناس وهاروكي وأوغيسو وتوما كانوا خلف كواليس المسرح عم يتحضروا. وكانت توما مزعوجة من التياب اللي لابستون وقالتك يا أوغيسو هي اللي اختارت لك التياب. فقالت لا ما لقيتي غير هذا اللبس، جسدي كله عاري. فردت علي أوغيسو انتي طالعة كتير حلوة واساسا العرض رح يبلش وما عندنا وقت. فقالت لتوما انتي ما عندك مشكلة انك تلبسي هيك لبس؟ فردت علي أوغيسو انا عاجبني وكمان هاروكي قال لي انه هذا اللبس رائع مو هيك؟ فقال لها هاروكي ايه صحيح انتي كتير حلوة، قصدي انتو الاثنين طالعين بقمة الجمال. وإجا الوقت ليطلعوا للمسرح وكانوا متحمسين وخايفين كتير. وطلعوا بلش هاروكي وتوما بالعزف وكانت أوغيسو عم بتغني بصوتها الجميل وكان الناس عم يسقفولون وعم يغنوا معهم وكانت الحفلة رائعة جدا والكل البهر منهم. وأخيرا حلمهم تحقق وعملوا حفلة رائعة جدا والكل انبهر وكانوا سعداء جدا. والمساء خلص المعرض وكان هاروكي مع توما بغرفة الموسيقى وهي قالت له إذا كنت تعبان فرجع للبيت ارتاح. فقال لا تعرفي شو أنا كتير سعيد لأنه الحفلة نجحت والشي اللي أسعدني أكتر هو أني تعرفت عليكي وقربت منك أكتر وأخيرا عرفت الشخصية اللي لطالما حلمت أني أعشقها. فقالت له توما يعني أنا هي الشخصية؟ فقال لا إيه بس ليش حاسك متضايقة وحزينة؟ فحطت توما راسها على البيانو وبلشت تبكي لأنها بتحبه وما فيها تكون معه لأنه أوغيسو كمان بتحبه وما بتقدر تكسر لها قلبها. بعدين نام هاروكي من التعب ولما فاق كان الضو مسكر وما لقى توما واتطلع حواليه فلقى قدامه أوغيسو وقالت له صباح الخير انت نمت كتير وانا ضليت عم بستناك، الحفلة كانت رائعة، هذا كان أجمل يوم بحياتي وكمان أنت وعدتني أنه لما رح نتخرج من الثانوية رح نلتحق بنفس الجامعة مو هيك؟ فقال لا ايه أكيد بس استني رح شغل الضوء. فمسكته من إيده وقالت له
استنى لا تشغله، ما بدي استيقظ من الحلم. أنا بقمة سعادتي اليوم، بعمري ما تخيلت إني أنا اللي رح بادر بهذا الشي، بس أنا بدي أقرب منك. وقربت منه وعطته قبلة على شفافه، وكان هاروكي متفاجئ واستسلم لقلها، وهو كمان بادل القبال وما قدر يرفضها، مع أنه بيحمل حب كبير جواته لتوما. وباليوم التالي راحت أوغيس وقابلت توما بسطح المدرسة وقالت له: هذا أول مكان غنيت فيه معكن، وبهذا المكان قابلتكن. توما: أنا وهاروكي على علاقة. فردت عليها توما: بعرف، سمعت هذا الشي من هاروكي. اتأخر الوقت لخبرك أنه ذوقك سيء، بس أنتي ما رح تتغيري أبدا. فقالت لأوغيسو: بدي اعتذر منك لأني عرفت حقيقة مشاعرك تجاه هاروكي. فعملت توما حالة مو مهتمة وقالت له: ايه، لكان أنتي بتعرفي هذا الشي، ما توقعت. فردت علي أوغيسو: هل أنتي متأكدة؟ يعني ما عندك مانع بارتباطي معه؟ فقالت لتوما: هذا سوء فهم عندك، الأمر ما بيتعلق بشو عم بيفكر فيه الآخر، الأمر له علاقة بالشي اللي بيفكر فيه الاثنين. أنا بوافق على علاقة الحب اللي بينكن أنتو الاثنين، وبما أني ما بدي اتسبب بأي متاعب فأنا ببارك الكون. واتطلعت فيه وقالت له: أوغيسو، انتي صديقتي الغالية ومستحيل وقف بوش سعادتك مهما صار. وتأثرت أوغيسو وبلشت عيونها تدمع، وراحت لعندها وضمتها وبلشت تبكي. وهيك توما دفنت حبها كرمال صديقتها. بعدين بلش هاروكي وأوغيسو يدرسوا توما لتنجح بالامتحانات، وكان هاروكي عم يهتم فيها كتير ويدرسها، لحتى وأخيرا نجحت توما وجابت علامات مقبولة. وانبسطوا كلهم من هذا الشي، وبهالمناسبة السعيدة قرروا يروحوا برحلة للينابيع الساخنة. وبالفعل راحوا بسيارة توما وكانوا طول الطريق عم بيغنوا. ولما وصلوا للفندق كان المكان جميل جدا وبلشوا يتعشوا. فقالت لهم أوغيسو: بدي نضل مع بعض مبسوطين مهما صار، وبتمنى انه كل سنة نلتقي بهذا المكان. فردت علي توما: ما فيني اوعدكن بهذا الشي، انا ما رح التحق بنفس الجامعة تبعكن، وما بعرف شو رح اعمله بالسنة الجاية. فتفاجأت أوغيسو وهاروكي زعل. فبلشت توما تضحك وقالت لهم: لك عم بمزح معكن، شبكن. وبالليل نامت أوغيسو وضل هاروكي وتوما فايقين. فغطى هاروكي أوغيسو وحط كمان الغطاء على توما، فقالت له: لازم انت تعتني بس بأوغيسو حبيبتك. فقال لها: أحيانا بتكون مع شخص بس عقلك وقلبك بيكونوا مع شخص تاني. هلأ فهمت معنى كلمة يا ريت. فتأثرت توما وقالت له: هي مزحة مو هيك؟ انت مكروه حقا يا هاروكي. وقضوا الليلة كلها عم بيفكروا. وباليوم التالي كان هاروكي عم يتحمم بالينبوع الساخن، فدخلت لعنده أوغيسو وهي عم تسحب توما، وما كانوا لابسين شي غير مناشف. فدفعت أوغيسو توما للينبوع وشلحت المنشفة من عندها، وهاروكي انصدم وتوما خجلت كتير. وكانوا هن الثلاثة بالينبوع عم يتحمموا والتلج عم ينزل عليهم. وقالت لهم توما: أنا عم فكر أقدم بالمعهد الموسيقي، لأنه الشي الوحيد اللي بحبه هو عزف البيانو. فتحمسوا كلهم لهذا القرار وشجعوه كتير، وضلوا بالينبوع الساخن عم يستمتعوا. بعدين رجعوا من الرحلة وكانت توما عم تتدرب البيانو، وهاروكي اجا لعنده ودق عليه الباب، وهي شافته بالكاميرا بس ما فتحت له. وكان عم يتصل فيها وهي ما ردت عليه، وتجاهلت كل اتصالاته ورسائله. وهون هاروكي جن عليها وراح للمدرسة ليشوفها، بس كمان ما كانت عم تجي. فيا ترى شو اللي رح يصير؟ وهل هاروكي رح يستمر مع أوغيسو أم رح يختار حبيبة قلبه توما؟ كل هاي الأمور رح نعرفها بالفيديو الجاي إن شاء الله رب العالمين. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لتوصلكم كل جديد. كان معكم رفيق من قناة ريكورايز، شكرا والسلام عليكم.